بسم الله الرحمن الرحيم. تستمر عمليه عجله الاعمار والبناء في محافظه نينوى، واليوم الحكومه المحليه متمثله بالمحافظه والمجلس تعمل بروح الفريق الواحد من اجل تحقيق اعمار حقيقي. هذا الاعمار ينعكس على حياه المواطن اليوميه. اليوم تم عقد اجتماع مهم، وتم اتخاذ القرار المناسب بأن تكون آلية إحالة المشاريع الخاصة بالطرق عن طريق معامل الإسفلت مباشرة دون التوسط عن طريق شركات أخرى. هذا سيكون له مردودات إيجابية كبيرة. أولا، أن هذه المعامل، هذا يعني أن المحافظة ستحيل مشاريع التبليط مباشرة إلى أصحاب المعامل دون وسطاء، وأيضا سيتم تشغيل 25 عامل لكل مشروع، وفي نفس الوقت ستكون مدة الصيانة لمدة سنتين، وبهذا سيكون القطاع الخاص هو شريك حقيقي مع الحكومة المحلية من أجل بناء الخدمات، سواء قطاع الطرق، قطاع الماء، المجاري، وهكذا قطاع الصحي. سنعمل في نفس الوتيرة ونفس الآلية. إننا على يقين بأن القطاع الخاص في محافظة نينوى له القدرة بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه على الوجه الأكمل، وإن شاء الله سنقدم كل الدعم لكل المرافق الأخرى في محافظة نينوى، سواء قطاع الصحة، قطاع التربية متمثلة ببناء المدارس، قطاع الماء، مشاريع الماء، قطاع المجاري. سيكون هناك اختيار شركات حسب الاختصاص، وبذلك نتخلص من كثير من المشاكل والمعوقات التي تؤدي إلى توقف الأعمال، وكذلك إلى تلكع المشاريع، وفي نفس الوقت تشغيل أيدي عاملة الغرض منه هو القضاء على البطالة، خاصة نحن الآن في شهر رمضان مقبلين على أيام العيد. نريد أن ندعم الشباب حتى تكون هناك فرص حقيقية لتشغيل الشباب. مبادرة خير اليوم شفناها من السيد المحافظ ومجلس محافظة نينوى باجتماع أهل قسم من أخوان المقاولين وأهل معامل الإسفلت، التي أكد السيد المحافظ على تطويرها ودعمها وتوزيع المشاريع مباشرة من قبل السيد المحافظ إلى معامل الإسفلت. لحالا مباشرة تم عدم بيع المشروع من شخص إلى شخص ولعدة أشخاص، وهذا شيء جيد بصراحة. وتدني الأسعار، وهذا يثبت بعكس سوف إلى عدم دقة التنفيذ وعدم دقة العمل في تدني الأسعار. القيد المستعمل شو راح تكون؟ القيد المستعمل دعم السيد المحافظ باستعمال تجهيزنا بماده القير ومصافي بيجي ومصافي الجياره والدوره، وهذا اهم شيء يخفف الاسعار على القطاع الخاص وعلى هالمعامل، وكذلك على اسعار الدوله. وتشغيل 25 موظف. عندكم هاي الامكانيه؟ نعم، لدينا المعامل كلها والمقاولون كلهم لديهم. كذلك اكد على فتره الصيانه لمده سنتين، وهذا يلزم أهل المعامل بدقة النوعية والتزام المواصفات كاملة. مبادرة جيد جدا، وإحنا نتكيف. يعني إحنا إذا دعم مباشر يجي للمعمل السفل يقدر يشتغل بصورة صحيحة، لأن أسعاره يصير زين. يختلف عدة فقرات يختلف منها، لأن المقاول إحنا دا نشتغل ثانوي، يحصون على فلوسنا تأخير. أولا تأخير الفلوس يستلم هو ما يجي بصوره صحيحه الى المعامل الاسفلت، ويصير تاخير فنيا. اهم على كله على فلوس. اذا يجي نقد فلوس بيدك تقدر تاخذ احسن قير، تقدر تستعمل واحسن عمل.